ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. النهاردة عندنا بامية اقتصادية، ويلا بينا نشوف الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، بحبكم قوي قوي. يلا بينا نشوف. وهنا حطيت الحلة على النار وحطوا فيها المادة الدهنية بتاعتنا، اي مادة دهنية، زيت، سمنة، دهنة، زي ما انت عايزة. انا بجيب الدهنة وبتاعت الماعز او الخروف، اي حاجة، وبروح مسيحاها وعينها في التلاجة وبطبخ بيها. دي معلقة من الدهن اهيت، دي دهن الماعز، بس بتخلي دهن الماعز او الخروف او ايا كان نوعه بيدي طعم حلو قوي للبامية، بيخليها اكنك انت عملتها بلحمة بالظبط. حطيت هنا بصلة متقطعة وهخليها تتبل. زي ما انتوا شايفين قدامكم، بقلب البصلة كده في قلب المادة الدهنية لغاية ما تتبل، وبعدين هروح حط عليها البامية. البامية طبعا انت غسلها كويس ومصفيها من الماء بتاعتها، عشان هقلب البصلة في البامية. مش هحط التخديعة الاول، لا، هقلب البصلة في البامية بتوم، وهفضل اشوح فيهم شوية، وبعدين هروح حطها فوقيهم الطماطم. هنا بسيبها تدبل معايا، انا عايزاكم يا بنات طول ما انتوا قاعدين فاضيين ما بتعملوش، يعني انتوا شغالين اهو بتطبخوا، بس ما فيش حاجة، على طول تشغلوا ذكر ربنا بقى في ايه، على طول تفضل تقول سبحان الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، الله اكبر، المنجيات. حطيت هنا البامية واقلب البامية في البصلة كده كويس، هفضل اشوح فيها شوية. والله يا بنات الطريقة دي انا جربتها، جميلة جدا جدا، انا حبيتها قوي، عشان هي بقت كل ما اعمل بالطريقة دي بتطلع حلوة، بتقلب ريحة الشقة بصراحة من جمالها. هسيبها هنا شويه في البصل، ما رضيتش اقطع الحته دي عشان اوريكم وانا بشوح فيها، بفضل اشوح فيها شويه لغايه ما احس ان هي ايه، يعني ايه يعني، خلاص بقى ان هي ما فيش اي حاجه تاني هتتلسع من الحله، لا بروح حاطه بقى فوقيها الطماطم، بفضل اشوح فيها شويه كده. زي ما انتم شايفين ما تنسوش تعملوا اللايك، عشان اللايك بيوصل لمشاهدات كتير، بيخلي الناس كلها تشوفها. اللايك يا بنات، يا حلوين، يا امارات، لايك وشير وسبسكرايب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزاكم كمان يا بنات دعاء كنت بقوله لما احس ان في حاجه صعبه قدامي، ايا كانت هي صعبه، سواء كانت في اكل او في شغل او في اي حاجه، بدعو الدعاء بتاع المذاكره، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الصعب ان شئت سهلا. بفضل اردد فيها كتير، والله الحمد لله ربنا يعني بيسهل لي كل حاجه قدامي. اي حاجه بعملها مستصعباها او حاساها ان هي تقيله على قلبي، بروح بدعي الدعاء ده، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الصعب ان شئت سهلا. هحط معلقه ثوم فيها، ثوم مهروس، واقلب فيها بقى. وانت بتقلبي الثوم معاها شم الريحه الجميله، عايزاك تشم الريحه الحلوه بتاعتها، يا بتقلب ريحة البيت، بتخلي فيه ريحة جامدة جدا وجميلة قوي قوي، جربيها ومش هتندمش.
مش عايزة يكون عندك كسل كده ولا وخم. عندنا هنا البهارات بتاعتنا انا بحطها، بس مش هحط كتير لان انا هحط عندي شوربة لحمة فهحطها عليها، فهحط شوية بهارات صغيرين. هنفضل نقلب فيها شوية معاها، وبعدين هروح حط على طول الطماطم. حطيت هنا الطماطم عليها، اتسبكت شوية، معرفش الحتة دي اتقطعت مني معرفش ازاي، بس انا حطيت عليها الطماطم واتسبكت شوية. وهسيبها لما تشرب الطماطم كلها، واروح حط عليها الشوربة. كده انا حطيت عليها الشوربة، شوربة لحمة، حطيت عليها الشوربة كلها وهسيبها تغلي براحتها. وبعدين كده هي خلاص، مفيش، هي مش عايزة اي حاجة تاني كده. بس الصراحة والله كانت طعمها روعة، فوق الروعة كمان، كان طعمها جميل جدا ورهيب جدا. جربوها يا بنات ومش هتندموا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، بحبكم قوي قوي. طول ما حاسه ان انت مخنوقه او متضايقه، استغفري وسبحي كتير، هتلاقي نفسك الدنيا رقت معاكي خالص. شهيق وزفير بكلمه الله، يعني تاخدي شهيق وتطلعي الله في الزفير، هتلاقي نفسك اللي جواك ارتاح خالص خالص خالص. بحبكم قوي قوي، ويا رب تكونوا بخير، ويا رب يجبر كل واحده محتاجه لجبر خاطرها. اشوفكم على خير.